نعمل مشروب سريع كلنا بنحبه. بس بقى بما اننا بنحبه خلينا نقول ايه اللي ممكن يدعم نسبه السكر فيه بشكل حلو من غير ما نحتاج نحط كميات سكر كتيره. الخروب. طيب ناخد منال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف الف مبروك على البرنامج الجميل ده. اشكر حضرتك، ميرسي لذوقك. نورت الدنيا والله يا سيدي. يا رب خليكي، تسلمي لي يا رب. احنا مبسوطين جدا والله من قناه الاهلي ان دخلت لنا اجمل شيف بيوتنا كلنا. يا رب يخليكي يا فندم، ميرسي، ده شرف ليا والله. وتسلم ايديكي فعلا على الوصفات الجميله اللي انت قدمتيها النهارده، ومعلوماتك فعلا قيمه جدا يا شيف. الله يخليكي يا فندم، ميرسي، ده من ذوق حضرتك. تسلمي. وانا متابعاكي وقاعده دلوقتي هتفرج كمان، وفعلا انا كنت محتاجه نعمل مشروب مختلف، فانت فعلا اديتينا الفكره دلوقتي. يا رب احنا هنعمل حاجه جميله فعلا تايهه عننا موضوع الخروب ده، حتى انا ما فكرتش اعمله قبل كده. حضرتك جربيه بالطريقه دي وقولي لي رايك. هستنى تليفون تاني خلاص. منك تقولي لي. بس كنت عايزه استاذنك، هو انا ممكن اعمل الارانب بنفس طريقه البط؟ طبعا ينفع، طبعا طبعا، عن الطريقه التقليديه وهيطلع زي العسل في الكيس الحراري. يعني انا بعمل البط وكده، بس الارانب ما بتاخدش وقت كبير قوي تقريبا في الفرن، صح؟ ما بتاخدش وقت خالص، لا هي بكتير يعني نص ساعه، نص ساعه يبقى كويس قوي ان شاء وكمان الله. وكمان ما بحبش شوربه الارانب، فما ببقاش عايزه اعملها في الشوربه. جربيها بقى في الكيس الحراري وحطي معاها البورق اللورا وكانك بتسلقيها، بس انت من غير ما تسلقيها، هتسويها في الكيس الحراري. هتطلع ممتازه ان شاء الله. تسلم ايدك مقدما، وبنبارك للكل. شكرا. وتحياتي لكل قناه الاهلي وكل اللي قائمين على البرنامج بتاع حضرتك. شكرا لحضرتك. وانت طيبه. وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب. ميرسي لحضرتك جدا، شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا. طبعا مش قادره اقول لحضراتكم دي يعني حاجه تسعدني قد ايه، وارجو يا رب اكون انا كمان ضيفه خفيفه على قلوب حضراتكم بجد، يعني ان دي حاجه اكيد هتفرق معايا انا كمان. وسعيده جدا بوجودي في قناه الاهلي، مش قادره اقول لحضراتكم ازاي، مهما قلت لكم مش هيوازي سعادتي. اصلا مش عارفه لما عيلتي هتعرف هيحصل ايه، محدش يعرف خالص بجد. الحلقه دي انا نازله الموضوع جه بسرعه رهيبه جدا، فأنا من المفاجأة قررت، قلت يعني إحنا نطلع وربنا كريم وبعدين نشوف نقول لمين من حبايبنا. ففعلا إحنا مش مرتبين، يعني أنا طالعة النهاردة ومش قايلة لأي حد من مقربين مني. هقول مقادير الخروب. أنا لازم عندي كوباية سكر، كوباية سكر هبدأ بيها، مش عايزة أكتر منها. وعندي ربع كيلو من الخروب، حوالي 200 جرام أو 250. الخروب يفضل يكون المجروش. في دلوقتي ثلاث أنواع في السوق، هتلاقوا حضراتكم الصحيح ممكن تكسروه لو انتوا قادرين، وممكن تجيبوا المجروش اللي زي اللي انا جايباه دلوقتي ده، وممكن كمان يبقى فيه على باودر شويه، بيبقى شويه ده للناس اللي حابه تنقعه على طول. طيب انا دلوقتي مش هنقعه، انا عايزه اعمل له كراميل، يعني احرق السكر ده واعمله كراميل. ليه؟ لانه حرق السكر بيدعم طعم السكر شويه اكتر بشكل قوي للخروب. وهديله تشويحه معاه الاول، وبعدين عايزه اجهز ميه هنا، فخليني املى الكاتل كمان هنا ميه بسم الله علشان اسخن، لاني عايزه اضيف برضو ميه سخنه جدا فايه يستكمل السوا بتاعه. ده بيخليني احط نسبه سكر قليله شويه، وما بقاش افضل احط سكر 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 وعشان ادوبه على النار لحد ما يوصل للتحليه المظبوطه. الخروب الحقيقي هو لازم نعمل له كده كراميل، نحرق له السكر. وطبعا يعني الناس القديمه امهاتنا القدام الجمال عارفين اكيد الطريقه دي، لان هي طريقه قديمه شويه، طريقه والدتي وحماتي والناس الحقيقه اللي الواحد اتعلم منهم كتير. واتمنى يا رب ان انا يعني اكون مش عايزين نغفل عن امهاتنا وعن الناس اللي اتعلمنا منهم الاساسيات، لانه ما فيش من بعد الحاجات الجميله اللي كنا بناكلها من ايديهم الحقيقه، ولا الخير والطعم الحلو والجمال اللي كنا بناكله. لكن احنا بقينا جيل بيتطلع للأفضل، بقينا عايزين نبقى أكثر صحة، أولادنا طالعين بصحة كويسة، عايزة ابني يعني يبقى فيه رياضة تطلع طاقته والباور وتبني أساسيات جسمه وتعلمه حاجات أخلاقية مهمة في التعامل مع الآخرين، لأن دي حاجة مهمة جدا. للأسف احنا بقينا فترة صعبة، لكن دايما أقول الاحترام او الفكر او الاخلاق، الرياضه دايما بدايتها اخلاق، صدقوني عشان كده بتميز نوادي عن نوادي. فانا الحقيقه يعني ليا الشرف ان انا موجوده النهارده في قناه الاهلي. طيب انا النهارده دلوقتي عملت السكر، هسيبه لما يتكرمل وهخلي جنبي الخروب
وهشوحهم كده مع بعض، هسيب الخروب ياخد من الكراميل حتى لو مسكوا قفشوا في بعض، كل ده ولا اي حاجه، هيرجع تاني بعد ما اضيف الميه السخنه، كل ده هيتفك وهياخد غلو لطيف. هدوء، حسيت انه السكر مظبوط؟ تمام. السكر حسيت محتاج مش هتزوده اكتر من نص كوبايه، فهيبقى الجار الكبير اللي حوالي 2 لتر هياخد كوبايه سكر او كوبايه وربع سكر فقط لا غير. نبص بصه على الرز كده. طبعا الطبيعي وانا بعمل الرز ده ان انا ما افتحش عليه كتير، انا بس حبيت اوري حضراتكم انه بدا يتشرب. البخار اهم حاجه في تسويه الرز، اهم حاجه في تسويه الرز. ليه؟ لان انا لو طلعت كميه البخار دي مره واحده هفقد الاهم حاجه بتسوي الرز جوه. ممكن اشوفه برؤيه العين انه لسه ناقصه ميه، بس هو ما يبقاش ناقصه ميه، هو يبقى محتاج يهدى على النار اكتر ويقعد شويه في البخار يسوي اللي باقي، وهلاقي نفسي استوى واصبح مفلفل من غير ما اضيف له ميه تاني، قد يخدعني يعني. هوري برضو لحضراتكم اللحظه دي بتبقى امتى، هو قدامه شويه ويوصل لها. طيب هاخد كده سباتولا وهبدا هنا ايه، ايوه بدا السكر يدوب شويه، عايزاه يدوب وبعدين احط فيه، انا ممكن احطهم مع بعض على فكره يتحمصوا لحد ما حتى السكر يدوب فيبقوا سوا مع بعض، ونقلب كده تقليبه هنا لحد ما يكرمل ريحته بقى. شموا بقى الريحه اللي تجنن هتطلع من الخروب ده، مش قادره اقول لكم على جمالها، ريحه تجنن محمصه حلوه كده، وبعدين نكهته تبقى اقوى. تقدروا بقى تعملوا في الخروب ده زي ما انتوا عايزين، يعني بيبقى ليه طعم كده لما بيسقع خفيف، اولا هو مشروب خفيف ومفيد في نفس الوقت. طيب عندي بقى كمان من الوصفات الحلوه اللي احنا حابين، احنا هيبقى عندنا وقت قد ايه حبايبي؟ طب حلو قوي الكلام ده. طيب لا انا عايزه بس اقول لاصدقائنا ان احنا هنبدا نستعد، انا طبعا هشيل الحاجات دي وهخلي بس الحاجات اللي تتجرنش، هبدا بس استعد للقطايف، يعني هننهي الماتش بتاعنا بحاجه حلوه جدا، اتمنى يا رب تنول اعجابكم. اسمحوا لنا نطلع استراحه ونرجع نستكمل بعد الاستراحه مع بعض، هستنى حضراتكم.